وافتتاح استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. افتتح اليوم استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بانطلاق مباراة المنتخب الوطني ونيوزيلندا بكأس العاصمة الودي المقام في فترة من 18 حتى 26 مارس بمشاركة المنتخب الوطني وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا. شهد حفل الافتتاح عروض موسيقية وضوئية مبهرة، وكان بطل المشهد الملعب الذي تم تشييده بأيادي مصرية والذي سيتسع نحو 94,000 متفرج ليصبح أكبر ملعب في الشرق الأوسط. كل التوفيق للمنتخب الوطني تحت قيادة كابتن حسام حسن، ويكون استاد مصر الجديد وجه الخير على الكرة المصرية في الفترة المقبلة، خاصة أن الدولة المصرية بتعمل على تطوير البنية التحتية الرياضية بما يخدم أكيد كافة المنتخبات الوطنية في كل الرياضات لتحقيق أفضل نتائج في المحافل الدولية في سيطرة أهلوية. أكيد خلونا نكمل أخبارنا دلوقتي، وكمان سيطرة أهلوية على تشكيل منتخب أمام نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر. سيطر لاعبو الأهلي على تشكيلة منتخب مصر التي اختارها حسام حسن المدير الفني لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر. وجاء التشكيل كالتالي: محمد أبو جبل، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني، محمد حمدي، مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي قفش، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد. والاحتياطي: أحمد رمضان بيكهام، أكرم توفيق، حمدي فتحي، أحمد حجازي، محمد شريف، محمد شكري، مصطفى شلبي، أحمد عاطف، مصطفى فتحي، أحمد نبيل كوكا، والمهدي سليمان، ومحمد الشامي. شايفين المجموعة دي شايفينها ازاي؟ مين اللي انتوا بتأملوا او مين متوقعين ان هو هيكون بارز قوي في البطولة او انتوا بتأملوا فيه خير؟ والله بصي، انا عن نفسي يعني مش مستغرب فكره ان في سيطره اهلاويه على تشكيل المنتخب ده من قديم الازل يا ست الكل. انت عارفه ان النادي الاهلي طول عمره، وعلى فكره مش بس في كره القدم، ده كل الرياضات، يعني اي منتخب وطني لما تركزي كده في قوامه الرئيسي لازم هتلاقي على الاقل بصي بالميت تلتين الاسماء الموجوده من لعيبه النادي الاهلي. وده يوريك النادي الاهلي الحقيقه الى اي درجه هو فعلا يعني خط انتاج لابطال رياضيين في رياضات مختلفه. مريم ايه رايك؟ التوفيق. الحقيقه قفشه انا حاسه ان احنا ممكن نحط عليه امال كبيره جدا، شايفينه اداؤه مختلف خلال الفتره الاخيره، رجع بروح مختلفه مع المنتخب، فممكن نحط عليه امال كبيره خلال الفتره اللي جايه. والحقيقه ان انت يعني زي ما احنا عارفين يا منى، اي سكواد من النادي الاهلي بيشارك في منتخب مصر بيصنع فارق كبير جدا من العناصر المختلفه، مراكز مختلفه في الملعب، بنشوف الحقيقه اداء كبير ليهم، بيبقى فيه اعتماد كبير جدا من الجهاز الفني للمنتخب عليهم. فاكيد بنامل كل التوفيق للعناصر اللي هتشارك ان شاء الله من النادي الاهلي مع منتخب مصر، لان احنا دي حاجه مش جديده على النادي الاهلي. اكيد يا منى انت عارفه ده حاجه قديمه، يعني اسماء قديمه احنا متعودين على كده، وجوه جديده كمان غير الاسماء اللي احنا متعودين على وجودها، في كمان وجوه جديده زي محمد الشامي. فبرضه بنتمنى للوجوه الجديده دي ان هم يثبتوا نفسهم، لان مفيش فرصه احلى من كده، يعني عشان الواحد يثبت نفسه وهو لابس تيشيرت منتخب مصر، يعني فرصه واراضي مصريه فالدنيا يعني دي حقيقه طبعًا. فعلا مع كمان الافتتاح اللي انت كان خبر معاكي خبر مهم جدا، فكره افتتاح زي استاد مصر بالبنيه التحتيه، وفكره كمان ان احنا كنا بنتكلم يعني او كان يمكن كان في تصريحات للمهندس خالد عباس رئيس مجلس اداره شركه العاصمه الاداريه، كان بيتكلم على ان افتتاح الاستاد ده يا منى كان او يعني كان بالنسبه لهم تارجت او هدف ان هو يكون الحقيقه هو الواجهه لكل البطولات الرسميه اللي هتقام على ارض مصر، وعلشان نثبت لكل المنتخبات والدول اللي بتشارك معانا. والحقيقه كانت البدايه من بطوله كاس العاصمه اللي بيشارك فيها اربع منتخبات او ثلاث منتخبات بخلاف طبعا منتخب مصر، دي كانت فرصه كبيره جدا ان احنا نوري الدول المختلفه قد ايه احنا قادرين على استضافه البطولات الكبرى على ارض مصر، خاصه مع افتتاح استاد مصر الجديد للحقيقه بايادي مصريه خالصه يعني. فاكيد بنامل كل التوفيق لكل القائمين على هذا المشروع الوطني الكبير. اكيد بنتمنى لهم التوفيق، انا كمان متفائله اكيد خير، وان شاء الله نشوف مباريات اكيد كويسه على اراضي مصريه كمان. يا رب. كمل أخبار.